إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن المراهقة المتوسطة والنمو البدني. من ناحية النمو البدني، يتباطأ معدل النمو قليلا في المراهقة المتوسطة، قد يصل المراهق إلى ما يزيد عن 90% من قامة البالغ، وأيضا يستمر نمو العضلات في الأولاد، في حين يتوزع الدهن في البنات بشكل يعني أفقي، وأيضا يتسع الحوض في البنات، وأيضا ممكن يحصل الزواج في هذا العمر، وأيضا ممكن يحصل الحمل، بس ممكن الحمل يتحول إلى حمل خطر عند البنات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. هذه النقطة تتكلم عن المراهقة المتوسطة والنمو البدني.